السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بالمشاهدين، كيف الأحوال؟ طيبة إن شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى المشاهدين الأخوات والإخوة إن شاء الله الاشتراك والمشاهدة وللايك والتعليقات، جزاكم الله خيرا. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أكلة شتوية رائعة جدا. بسم الله على بركة الله. العدس البلدي، ثومة أحمر، القديد، اللحم المجفف، أربعة الحباس ديال المطيشة، اللفت البلدي صغير، قزبر والمعدنوس حزمة، الفلفل الحار أحمر، البصلة جوج حبات خضاريات. هادو هما المكونات ان شاء الله اللي غنستعمل في هذه الوصفه او الاكله الشتويه في هذا البرد القطاني. هانتوما سيدات البيت، بما انه الخضره غاليه والاسعار مرتفعه، هذه الوصفه راه زوينه كنعاونوا بها روسنا. القطاني كيتكالوا في هذه الوقيته ديال الشتاء والبرد، لان ملي كيسخن الحال ما كيقدرش الواحد ياكلهم، كيبغي شي حاجه بارده. هذه الوصفه راه غنيه بزاف، العدس فيه الحديد، مفيد لفقر الدم. البصله الخضريه قطعتها صغيره، العدس خليته في الماء حتى يرطب، مطيشه محكوكه باش ندير لاصوص، القديد حتى هو درته في الماء باش تحيد منه الملحه، لفت البلدي قطعته قطع صغيره، قزبر والمعدنوس، وطبيعة الحال الثومة غنديرها جاملة صاينة هكاك. تبارك الله، هاد المكونات كلهم زوينين ومفيدين في هاد البرد كيسخنوا. نجربوها اللي باقي ما جربهاش، راها لذيذة وزوينة. كنضيف زيت الزيتون الطنجرة دائما على نار مهيلة، كنضيف البصلة الخضرية، بسم الله كندير القديد، نخلي البصله تقلى شي شويه مع القديد، اللحم المجفف، كنخلط البصله نحركها شي شويه باش تطيب وتنزل مع القديد اللحم المجفف. التوابل اللي غنحتاج: الابزار، الفلفل الاسود، الخرقوم، كركم، سكنجبير، الكمون. بسم الله، كنضيف القزبر والمعدنوس، الابزار، الفلفل الاسود ربع معلقه صغيره، سكنجبير معلقه صغيره، الخرقوم حتى هو معلقه صغيره، كنخلط هاد التوابل مع البصله واللحم المجفف القديد. الكمون ما غاديش نضيفو دابا حتى كيقرب يطيب ان شاء الله اللي غنديرو. هاد الاكله تبارك الله بنينه ولذيذه وكتسخن في هاد البرد ومفيده لينا بزاف. كنضيف مطيشه طماطم، كتجي لذيذه وزوينه في العدس واللفت البلدي. من بعد ما تقلات هاد المكونات كاملين، كنضيف اللفت البلدي قطعته قطع صغيره، كنضيف العدس،
هذا العدس زوين دغيا كيطيب، كيجي لذيذ وبنين. كنضيف الثومه، كنضيف المرق، مقياس باش يطيب العدس، ولفت البلدي، غنغطيه يطيب. بسم الله. كنضيف الكمون، الفلفل الحار جوج، واحد حمر واحد خضر، بدلتهم. ما درتش هذيك الفلفله الكبيره الحمراء لانها مفتوحه، غتلق لي الحرة بزاف. كنتمنى من المشاهدين اللي شاف القناه ديالي يخلي لي شي بصمه زوينه، هذا فضلا وليس امرا. جزاكم الله خيرا ويسر الله اموركم. كنتمنى التسخير من عند الله. الاخوات والاخوه الاشتراك والمشاهده واللايك والتعليقات، جزاكم الله خيرا، زوينين بحالكم، والبارتاج. اتمنى لكم من الله اطيب الاوقات واسعدها، والى الملتقى ان شاء الله باذن الله.